المشهد في مصلحة تصفية الدم بالمؤسسة الاستشفائية محمد بوضياف بعاصمة ولاية البويرة يحيي بكثير من ألم المرضى ومعاناتهم اليومية، مرضى أنهكهم الفشل الكلوي وزادهم تعطل 4 أجهزة مخصصة لتصفية الدم حسرة وضعفا. تكنيسيان مكاش، نيفرولوج ما عندناش، كيفاش ريموديالز مكاش تكنيسيان حتى نجي من الجزائر يخدم لنا الماشينه ويجوا يخدموهم ساعتين تولي كيما ها كيما الماشينه نتاعي، خدموها نهار الاحد، خدموها نهار السبت العشيه، جيت درك هنايا باش ندياليزي هاي راهي يومبا. يقضي مرضى القصور الكلوي فترة 4 ساعات في غسيل الدم 3 أيام في كل أسبوع عبر آلة تخترق أنابيبها أيديهم لغسل الدم وإعادته مرة أخرى إلى أجسامهم، ولذا فإنه يجب توفير مختلف الظروف المناسبة للمريض كون الرعاية الصحية حق مضمون دستوريا. قصور الكلى هو مرض مزمن، مرض دعو يحتاجون إلى عناية طبية خاصة مع رعاية مشددة من طرف الفريق الطبي، وهذا بتوفير حصص تصفية الدم بصفة منظمة. دوك مصلحة تصفية الدم تكون لازم تكون مجهزة بطاقم ديجا طبي خاص، وتوفير الجانب التقني بآلات تصفية الدم لجينيراتور يكون حالة جيدة ما يكونش فيه ديبان. تعطل الأجهزة المخصصة لتصفية الدم بمستشفى محمد بوضياف دفع بميسوري الحال إلى اللجوء للعيادات الخاصة، في حين أصبح المرضى البسطاء محكوم عليهم بالألم على قوائم الانتظار في طوابير تدوم لساعات طويلة في ظل تقاعس المكلفين بتسيير شؤون هذا المرفق الصحي في التكفل بانشغالاتهم. قعد من 6 نتاع الصباح حتى 5 نتاع العشية وانا فوق الماشينة فوق الشارطة، أنا نعاني بزاف. رسالة للوالي والوزير والدي اس بي مدير الصحة، لازم يجي يشوف الوضعية نتاعنا، لازم يجي يشوف الوضعية كيف راهي كاينة، رانا احنا الغالب رانا نعانوا. هو نداء استغاثة ورسالة عينة من فئة تعاني مرضين، مرض القصور الكلوي ومرض إدارة شعارها اللامبالاة.